بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان، معاكم أم أحمد. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل العيش الفينو والعيش الكايزر والقرص الطرية، طبعا عجينة لكل الأغراض، وعايزة تعمليها كمان بقسماط تمشي وتبقى مية مية وعسل ومفيش بعد كده. طبعا مكوناتنا عبارة عن معايا حوالي كيلو ونص دقيق، اهو معايا اهوت نخلاه، وطبعا دقيق ده فينو، تمام. ومعايا كوباية زيت، كوبايتين لبن اهوت، وديت سكر وخميرة، خميرة فورية، يعني معلقتين سكر ومعلقة خميرة فورية، وده ملح وبيكنج بودر، يعني معلقة ملح ومعلقة معلقة كبيرة بيكنج بودر. طبعا الاول عشان خاطر نجرب الخميره، معايا بوله كده، احط السكر على الخميره فوريه ونص كوبايه ميه دافيه واقلبها كده. دي اختبار الخميره عشان خاطر ايه ما تعمليش العجينه وفي الاخر تلاقيها ما اختمرتش، لازم تستني لحد ما ما تختمر معايا، هما 5 دقايق او دقيقتين ثلاثة. طبعا المية دافية ومعلقتين سكر على معلقة الخميرة، تمام. هنركنها بقى في جنب كده ونكمل الوصفة بتاعتي. طبعا دي البيكنج بودر على الملح، حطه على الدقيق، تمام كده. حط الزيت، الحليب او اللبن او لبن قطع عندك او لبن رايب او زبادي، تقلبي كده بقى لحد ما العجينة تلم معاكي، ونحتاجت مية بقى تكملي بالباقي مية. عجينة سهلة جدا ومفيش اسهل من كده بقى عجينة. طبعا في دقيق بيختلف عن دقيق، في دقيق ما بيحبش المية الكتير او السوائل الكتير، وفي دقيق بيحب بيبقى عاوز، يعني طبعا اختياري، يعني السوائل ديت حسب الدقيق بتاعك ما بيطلب دي دقيق فين. طبعا هكمل بقى ميه دافيه طبعا، طبعا احنا معانا الخميره ركناها بجنب اهي ومستنيه. اما ايه، اما الخميره بتاعتي تختمر وبعد كده بقى احط ايدي بقى واعجن العجينه وردتها كويس. الخميره اهيت يدوبك بس دقيقتين اهي، واختمرت معايا اهيت وبقت كده تمام. احطها بقى كده، اقلبها بقى مع العجينه كده، وانا عايز الدقيق احط دقيق، ما فيش ادنى مشكله خالص. تقولي بقى العجينه باظت ومش عارفه ايه وكده، هي عاوزه لها بس شويه دقيق كمان معايا اهي. يعني بعجن معاكم وبعمل كده عشان خاطر ان انتوا البناتات الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ جداد، ان انتوا وقعت في مشكله زي دي، ما تقولي بقى العجينه باظت ومش عارفه ايه. لا، ما باظتش ولا اي حاجه، هجيب بس رش الدقيق عليها وارجع لكم. حطيت لها رش الدقيق كمان، هبدا بقى ان انا ادخل ايدي في العجينه. قلبتها حلو بقى كده واظبطها، والعجينه بقى ايه، لا جامده قوي ولا طريه قوي، يعني بتكون وسط كده. لحد ما تحس ان العجينة بقت ناعمة معاكي خالص، مش مخرزة كده، لا، تلاقي ان نجاح العجينة ان هي تبقى ناعمة عشان تديكي قرص طرية حلو، قرص طرية او اي مخبوزات تبقى شكلها حلو، ما تبقاش مجعدة كده لما تيجي تخبزيها، ما تبقاش مخرزة او مجعدة كده او كده، ده دي من العجينة ذات نفسها. طب
تفضلي تعجني فيها لحد ما تبقى ناعمة. 10 دقايق بقى، شوفي بقى انت لما بتبقي زعلانة او حاجة تطلعي ايه الطاقة السلبية في موضوع العجين دي. لا بتحتاجي عجانة ولا حاجة، عجيني بايدي تطلعي الطاقة السلبية اللي في العجين. تعجني طبعا، ريحة المخبوزات في البيت بتبقى جميلة جدا، بتبقى حاجة كده مبهجة كده، تحس براحة نفسية يعني لما تعجني كده بإيدك وتعملي حاجة في بيتك، تحس براحة نفسية كده، وأولادك يبقوا ملمومين حواليك كده وانت بتعملي العجينة وبتقطعيها، يعني بتبقى جو تاني وفرحة تانية. زي ما بتعملي كحك كده او بسكوت بتلاقي الاسره كلها ملمومه حواليكي وايه ده يا ماما ومش عارفه ايه. طبعا ايه عشان خاطر التصوير يعني وكده، والكاميرا مشغلاني شويه، فانا هبعد الكاميرا عن العجين واقعد بقى كده وقلتها حلو وارجع لكم. عجنتها كمان 5 دقايق مش كتير يعني، والعجينه بسم الله ما شاء الله بقت ناعمه ازاي معايا. العجينه ناعمه ازاي، ملمسها ناعم ازاي كده بقى، مش مخرزه هي، وتديكي احلى قرص بقى. شوفوا اهي العجينه اهي ما شاء الله عليها، هي دي احلى عجينه لجميع المخبوزات اهي. شوف ناعمه حلوه ازاي معايا. هركنها بقى كده لحد ما تخمر معايا، هغطيها بقى بكيس بلاستيك او ستريتش رول زي ما انا عاملاها كده، واركنها لحد ما تخمر معايا وارجع لكم ان شاء الله اول ما تختمر عشان نقطعها مع بعض. في حاجه بس نسيت اعملها، ان انا احط حوالي معلقه زيت كده على الوش العجينه كده عشان ما وشها ما ينشفش معايا، واغطيها بالكيس الاسترتش ده او كيس بلاستيك عندك، وبعد كده احطها ايه اغطيها كمان بفوطه كده. هي في الايام الحر دي مش هتطول يعني، تمام. واول ما تختمر هرجع لكم ان شاء الله. انا هعتلكم بعد العجينه ما اختمرت اهيت بقت تمام كده. هبدا بقى ان انا جهزت الصاجات بتاعتي اهيت تمام كده، احط بقى رشه زيت كده في الصاج ده وفي الصاج ده، عشان القرص بتاعتي ما تلزقش ان شاء الله، مش هتلزق تطلع تمام ان شاء الله. هبدأ بقى نقطع العجين. طبعا بقى العجينه ديت عاوزه تعملها محشيه بجميع الحشوات اللي انت عاوزاها، جبنه رومي، جبنه موزاريلا، جبنه بيضه، جبنه شيدر، ميكس جبن مع بعضه، العجوه. طبعا الحشوات بتاعتي معايا جبنه رومي هيت مبشوره ناعم كده، وجبنه بيضه، وقرفه على سكر تمام. والعجينه بتاعتي بقى اقطعها قرص، عباره عن قرص صغيره كده بس تعملي يعني ايه بين العجينه والعجينه مسافات كده عشان لسه هبططها يعني وكده، بس لما اخلص الكميه هبططهم يعني وكده تمام. اهي بالشكل ده جبنه، طبعا دي جبنه متبله كمان قرص اهي، جبنه روم. طبعا اللحمه اللي انت هتحشي بيها لازم تكون متعصجه الاول قبل ما تحشي بيها، متعصجه ومتظبطه كده وتبقى ناشفه من جميع ال متبقاش فيها دهون كتير، وتحشي بيها القرص. قطع فراخ زي الشاورما كده بس تكون مفرومه او تكون رفيعه صغيره كده
وتتبليها الاول قبل ما تحشي بيها الايه العجينه دي. شوفي العجينه دي تعملي بيها الاشكال اللي انت عاوزاها كلها، اي حاجه انت عاوزاها، فطاير تفردي العجينه وتعمليها فطاير، الله عليها جميل. وممكن تحطي في العجينه ذات نفسها جبنه من جوه، تعجنيها بجبن، تعجنيها ببيض، مش هتحسي باي ريحه زفاره فيها، وتتاكل والاطفال تاكلها. الاطفال بقى اللي شهيتهم بتبقى مقفوله لما تدوهم واحده زي ديت، ما بيحبوش الحشوات يعني وكده. لما تحط الجبنه او البيض في قلب العجينه ذات نفسها وانت بتعجنيها مع الدقيق، الاطفال هتاكلها ومش هتحس باي حاجه ان انت حطها فيها. وتمر عليهم طول النهار يفضلوا شبعانين، لما ياكلوا قرصه زي دي كده يفضلوا شبعانين لما يروحوا المدرسه. مش موضوع الشغل ده عاوزين نبطلوه والله يا جماعه، بيبقى الحاجات كلها بقت مصنعه وبتبقى مواد حافظه، غير ان احنا مش عارفين هما بيصنعوها ازاي. اللي بالقرفه بقى هحطها في الصينيه التانية عشان تبقوا عارفين بقى ان دي بالقرفه في صينيه. وممكن تعملها بالعجوه، عجوه منسوله. شوف انا بديلكم كم افكار كتير ازاي. عشان ما اطولش عليكم هعمل كده، هي العجينه اهي، شوف طريه وزي الملبن في ايديك. هكملها بالطريقه اللي انتوا شايفين بيها ديت، واول ما اكمل الصينيه هرجع لكم. اديك الجميل ده ما هوش بتاعنا، بتاع الجيران، وكل مره اجي اصور لازم يطلع لي في الصوت يعني وكده. خلصت الصينيه بتاعتي كلها كده، هبدا بقى ان انا اللي انا عملتها الاول ابطط افردها كده. تتفرد معايا وما تلمش تاني اهي، عشان دي هتختمر مرتين، مره كده هنا كده اختمرت مره، والمره التانية هتختمر في الصينيه. كله يبقى قد بعضه كده، خلصت الصينية دي اهيت وفردتها بالشكل ده. هركنها بقى واجيب الصينية التانية عشان احشي بقية الحشوات. جهزت الصينية التانية، هبدأ بقى ان انا هاخد كمان قطعة عجينة بالشكل ده كده، افردها كده، وقرفة بالسكر واحط كده بس مش كتير بقى، واقفل عليها كده. هعمل صف واحد لان انا ولادي ما بيحبوش يعني الحاجات المسكره قوي، اهم حاجه الجبن والساده، هما بيبقوا ميالين ليها يعني قوي كده. طبعا اول ما بتسخن البخار بتاع العجين ده بيسيح السكر، والقرفه بقى ريحتها بتطلع كده، بتبقى ايه، بتديكي ريحة بقى جميلة.
عملت صف كده والصف التاني الباقي بقى هعمله سادة، ورا السادة خالص كده. هنا اهي كده، وعملت صف وهعمل كمان صف كله سادة كده. العجينة تلفها كده تبقى مدورة كده، طبعا بين العجينة والعجينة فاصل كده عشان لسه هبطلت. بطارية معايا كده، كله قد بعض. خلصت المجموعة دي كده، يبقى قرص سادة وقرص بالعجو بالقرفة، قرص بالقرفة على سكر وقرص بالجبن. خلاص الصف ده، واعمل بقى ايه العيش الفين والعيش الكايزر، ما هو ده زي العيش الكايزر بالظبط. بس بيفضل بالقرصة بتفضل زي ما هي كده، ما تبططيش، بتخمر زي ما هي كده. اوريكم بقى العيش الفينو بيتعمل ازاي، الرخامة بتاعتي كده نضيفة، رش رش دقيق كده عشان اعمل العيش الفينو. نقطعها كده، العجينة عشان خاطر العجينة تحب، فهي زي الملبن في ايديك، لازم تبقى مدورة كده كده. امسكها بقى ايه، ابططها اللي اتعجنت الاول، اللي اتقرصت الاول هبططها الاول كده. عندك نشابة، فريدي بالنشاب، مفيش أدنى مشكلة. ومن هنا تانيك عاملاها كده، وفي الصينية تحطها على الحرف اللي تحت. لا تشتري بقى ولا تدعمي نفسك في تعملي في البيت على طول كده، تبقى حاجة نظيفة وعارفة انك بتعمليها ازاي وحاطة فيها ايه، محللة دقيقك ومظبطاه وغسلة ايديكي والصاج اللي انت بتعملي فيه او الصينية نظيفة كده. يبقى عملنا القرص والطرية والعيش الكايزر والعيش الفينو. العيش الفينو عود بس لسه هيختمر بقى ويرتفع معايا عشان اكمل يعني الشغل بتاعي للاخر. هعمل لكم شوية بقسماط معايا سمسم عود، هرش كده شوية على الرخامة كده تمام، واجيب حتة عجينة صغيرة كده اهي تتمطي معايا خالص على السمسم، وابدا اقفل.
السمسم ده لازم يكون متحمص. ادي البقسماط، شوية سمسم كمان كده اهوت. بالشكل ده. ما تنسونيش بقى يا جماعة باللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو. كده البقسماط بتاعي بقى جاهز كده بالشكل ده. جهزت القرص بتاعتي بقى بالشكل ده. معايا بقى كده بولة ومعايا بيضة. دلوقتي هنا الوش بقى بتاع القرص. طبعا البيضه ديت مش هيبقى لها اي ريحه لما تحط لها كيس فانيليا زي ده كده، ومش هيعمل لها اي ريحه، لا ريحه للفانيليا ولا ريحه للبيض. يقول البيض زفر ومش عارف ايه، لا خالص اطلاقا مش هيبقى له اي ريحه. ضربناها كده كويس. ابدا بقى ان انا ادهن الايه القرص بتاعتي. بالفرشة كده وادهن القرص كده. طبعا عشان ما اطولش عليكم هدي القرص بتاعتي كلها وارجع لكم. بعد ما دهنت الصواني بتاعتي معايا سمسم بقى كده، هرش بقى شويه رش على الوش كده اهو. كله هيترش كده بالسمسم. طبعا السمسم ده متحمص اهو. وشوية حبة البركة برضو كمان هرشرشهم فوق السمسم، يعني حاجة بسيطة كده. ده بيديها ريحة تانية خالص بقى لما تدخل الفرن بقى كده، بيبقى طعمها جميل وريحة تانية بقى. وطبعا غير الفايدة بقى اللي في حبة البركة بالشكل ده. رشاشات خفيفة كده تديكي ريحة تانية خالص. هسيبها بقى لحد ما تختمر حوالي نص ساعة، تختمر بقى كده وترتاح معايا شوية، وبعد كده ادخلها في الفرن. ده اهوت جاهز اهوت معايا، وده بالشكل ده كمان اهوت، والبقسماط جنبهم اهو شايفين كده. هسيبه لحد بس ما يختمر معايا عشان ادخله في الفرن تمام، وارجع لكم ان شاء الله. القرص معايا اختبرت اهيت اهي بالشكل ده اهي. كنت حاططها على السرير كده في الاوضه عشان خاطر ما تاخدش هوا من بره وكده. والبقسماط بتاعي اهوت بالشكل ده، هحطه بقى في الفرن كله اتنفخ معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هحطها في الفرن بقى اول على 200 درجه بقى لما يستوي دي وده. والبقسماط ده هيستوي مرتين عشان، وعلى نار هاديه جامد عشان خاطر يقرمش يدينا القرمشه بتاعته الجميله اللي بنشوفها بره. وارجع لكم ان شاء الله في التهدي. بسم الله ما شاء الله القرص بتاعتي استوت اهيت بقت تمام اهيت. حمرا وجميلة وطرية كمان. العيش اللي بالفينو جميل جدا اهوت للولاد اهوت، احمر وجميل ومستوي وحاجه مية مية.
والعيش الكايزر اهوت جميل جدا اهوت. بسم الله ما شاء الله. والأرز بتاعتي اللي محشية جبنة. عمي اللول الشكل ده حمرا وجميلة هي. بسم الله ما شاء الله طرية طرية خالص هي. نشوفها بقى دي من السادة المحشية الجبنة اهي محشية جبنة من جوه اهي. والعيش الكايزر كمان اهو نفتحه كده بالطريقة دي وتحشي بقى بيه اللي انت عاوزاه عشان سندوتشات المدرسة. والعيش الفينو برضو نفس الكلام اهوت اهوت حاجة جميلة جدا وروعة. تفتحي بقى وتحشي بيه اللي انت عاوزاه مستوي من جوه ولا معجن ولا حاجة. عيش فينو ده ولا لأ؟ جميل جميل وروعة جدا روعة جدا مفيش بعد كده. والقرصة اهيت بسم الله ما شاء الله هي جميلة. ادي السادة ووريتكم المحشي والبقسماط بتاعي كمان عشان ما ننساهوش اهو اهو البقسماط اهو. سامعين سامعين القرمشة بتاعة البقسماط اهو وكله على كده. البقسماط البطنسة ليه القرمشة بقى كوباية شاي وبحليب الصبح كده وتكليب ألف هنا اهوت جميل جدا. ده اللي انا عملتهم عشان خاطر تجربة ان العجينة ديت بتنفع لجميع المعجنات القرص محشية جبنة محشية عجوة للبقسماط لكل اللي انت عاوزة تعمليه. مش تقولي على كل حاجة العجينة مخصوص لا اهو بسم الله ما شاء الله البقسماط بتاعي مية مية جميل. هو ده اللي محشية عجوة بتاع قرفة على سكر اهيت. بسم الله ما شاء الله قرص جميلة جدا وحاجة ما فيش بعد كده. سي أمور حط هنا وادي الجبن مرة فتحت بتاعت الجبنة اهي ما شاء الله عليها جميلة جميلة حاجة تفتح النفس والريحة بقى ما اقولكمش عليها خطيرة وجميلة جدا. ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة اول باول وتكوني اول واحدة تشوفها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو ودعم منك للقناة. واترككم على خير فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.